التين. فوائد التين: فوائد التين المجفف، فوائد التين الشوكي، فوائد التين والزيتون، فوائد ورق التين. قال تعالى: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سورة التين. لقد أقسم الله تعالى بفاكهة التين، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، وقسم الله تعالى لهو دليل حقيقي على أهمية هذه الفاكهة، وإشارة هامة إلى أن لها فوائد ومنافع جمة. العلم يكشف الفوائد الكبيرة للتين. يعتبر التين من أكثر الفواكه والخضروات التي تحتوي على الألياف، حيث تحتوي حبة واحدة من التين على جرامين من الألياف، 20% من الاحتياج اليومي الموصى به. وقد أظهرت دراسة خلال أكثر من 50 سنة مضت أن الألياف الموجودة في الأغذية النباتية تؤدي دوراً فعالاً في تنشيط أداء الجهاز الهضمي، ولها دور هام في أداء وظيفته الطبيعية، وأيضاً تساهم في التقليل من خطورة الإصابة ببعض أنواع السرطانات. وبما أن التين يعتبر غنياً بالألياف، فقد وصفه مختصو التغذية كطريقة مثالية لزيادة نسبة ما يحتاجه جسم الإنسان من الألياف. تنقسم الألياف إلى قسمين، وهما: الأول ألياف قابلة للتحلل أي الذوبان، ثانياً ألياف غير قابلة للتحلل. يسهل الغذاء الغني بالألياف الغير قابلة للتحلل الطريق للمواد بالخروج من الجسم من خلال الأمعاء، وذلك بإضافة الماء إليها، وبالتالي تساهم في زيادة سرعة الجهاز الهضمي وتكفل استمرار وظيفته الطبيعية. ولقد ثبت أن الغذاء ذو الألياف الغير قابلة للذوبان يمتلك أثراً وقائياً ضد سرطان القولون. ومن ناحية أخرى، فقد ثبت أن الغذاء ذو الألياف القابلة للذوبان يقلل من مستوى الكوليسترول في الدم بنسبة أكثر من 20%. وعليه فإننا تعتبر ذات أهمية كبيرة في الحد من خطورة الإصابة بالنوبات القلبية، وهذا لأن تجمع نسب كبيرة من الكوليسترول في الدم يؤدي إلى تصلب الشرايين. على سبيل المثال، لو تراكم الكوليسترول في الشرايين المغذية للقلب فهذا يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية، وكذلك يؤدي إلى تراكم الكوليسترول في عروق الكلى إلى ارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي. علاوة على ذلك، فإن مقداراً مناسباً من الألياف يعد مهماً فيما يتعلق بتنظيم سكر الدم، وذلك عن طريق إخلاء المعدة، لأن التغيرات المفاجئة في سكر الدم تؤدي إلى اضطرابات مهددة لحياة الإنسان. لذا فإن المجتمعات التي تعيش على وجبات غنية بالألياف فإنها ستكون أقل عرضة للإصابة بالسرطان وأمراض القلب. كما إن تواجد نوعي الألياف في نفس الوقت يعتبر ذا ميزة صحية مهمة، حيث يلعبان دوراً مهماً في منع الإصابة بالسرطان. لذا فإن تواجد الألياف القابلة للذوبان والغير قابلة للذوبان في التين يجعل هذه الفاكهة ذات أهمية كبيرة. ويشير الدكتور أوليفر ألباستر، مسؤول جمعية الوقاية من الأمراض في المركز الطبي التابع لجامعة جورج واشنطن، إلى التين بأنه من المهم أن نضيف إلى وجباتنا اليومية غذاء غنيا بالألياف، ويعني اختيارنا للتين أو أي غذاء آخر غني بالألياف إننا نختار غذاء أقل ضررا لنبقى بصحة جيدة طوال حياتنا. وفقا لدراسة أجرتها هيئة تين كاليفورنيا الاستشارية، أنه من المعروف أن المواد المقاومة للتأكسد والتي توجد في الفواكه والخضروات تحمي جسم الإنسان من العديد من الأمراض، حيث أن هذه المواد المقاومة للتأكسد تقوم بإبطال عمل المواد الضارة ومنعها من دخول الجسم، والتي تبرز كنتيجة للتفاعلات الكيميائية في جسم الإنسان. وبهذا
تمنع دمار الخلايا. ولقد ثبت في إحدى الدراسات التي أعدت في جامعة سكرانتون بأن التين المجفف والذي يعد أكثر الفواكه غنياً بالألياف أن فيه مستوى عال من مركب الفينول، ويستخدم مركب الفينول والذي يتوفر بنسب كبيرة في التين كمطهر لقتل البكتيريا والجراثيم. وأظهرت دراسة أخرى أجرتها جامعة ريدجرز في نيوجيرسي أنه بحكم احتواء التين المجفف على أوميجا 3 وأوميجا 6 وفوتستيرول فإنه يلعب دورا هاما في التقليل من نسبة الكوليسترول. ولقد ثبت أن أوميجا 3 وأوميجا 6 لا يمكن للجسم إنتاجهما، لذا فإنهما يمتصا مع الغذاء. علاوة على ذلك تعتبر الأحماض الدهنية ضرورية للإبقاء على الأداء الفعال للقلب والدماغ والجهاز العصبي. وأما بالنسبة لفوتستيرول فإنه يسمح للكوليسترول الموجود في المنتجات الحيوانية بالخروج من جسم الإنسان بدون أن يظهر في الدم، حيث يعتبر هذا النوع من الكوليسترول من المسببات الرئيسية لتصلب شرايين القلب. بالرغم من أن التين يعتبر من أقدم الفواكه التي عرفها الإنسان، فقد وصفت هيئة تين كاليفورنيا الاستشارية التين بأنه أكثر الفواكه الطبيعية كمالاً من حيث القيم الغذائية، وبسبب أهميته الغذائية فهو يستحق هذه الأهمية الكبيرة. ويشكل التين جزءاً مهماً في أي حمية خاصة، وذلك لأن التين بطبيعة الحال لا يحتوي على الدهون أو الصوديوم أو الكوليسترول، ولكنه يحتوي على نسب عالية من الألياف، لذا يعتبر التين غذاءً مثالياً للذين يريدون الإنقاص من أوزانهم، كما يحتوي على نسبة كبيرة من المعادن أكثر من أي فاكهة أخرى. من هذه المعادن ما يلي: يحتوي 40 جرام من التين على 244 ميلي جراماً من البوتاسيوم و7% من الاحتياج اليومي و1.2 ميلي جرام من الحديد، 6% من الاحتياج اليومي و53 ميلي جراماً من الكالسيوم، أي 6% من الاحتياج اليومي. والجدير بالذكر أن نسبة الكالسيوم الموجودة في التين عالية جداً، حيث يحتل التين المرتبة الثانية بعد البرتقال فيما يتعلق باحتوائه للكالسيوم. كما تزود علبة من التين المجفف الجسم بالكالسيوم نفس ما تزوده علبة من الحليب. كما أن التين يعتبر كعلاج يعطي القوة والطاقة لأصحاب الأمراض المزمنة الذين يريدون استعادة صحتهم، حيث يريد هؤلاء المرضى التخلص من كل المتاعب العقلية والجسدية وإعطاء أجسامهم القوة والطاقة. كما يوجد في التين أكثر العناصر الغذائية أهمية، ألا وهو السكر. ويوجد السكر في جميع الفواكه بنسبة 51 إلى 74%، حيث أن النسبة الأعلى توجد في التين. أيضا فإن التين يدخل في علاج الربو والكحة والبرد. إن ما حصرناه من منافع للتين لهو بيان على سعة رحمة الله تعالى بخلقه. إن الله جل وعلا أمدنا بكل المواد الضرورية التي تحتاجها أجسامنا في هذه الفاكهة، والتي تعتبر سائغة المذاق وذات مستوى غذائي متكامل لصحة الإنسان. يبين ذكر التين في القرآن الكريم على أهمية هذه الفاكهة لبني آدم. ولقد تم اكتشاف أهمية التين الغذائية حديثاً مع التقدم الطبي والتقني، وهذا يبين بأن القرآن الكريم هو كلام الله العليم القدير. على الرغم مما يقال عن التين بشأن وحداته الحرارية العالية بالمقارنة مع باقي الفواكه الأخرى، إلا أنه يظل واحدة من تلك الفواكه النافعة جداً على المستوى الغذائي العلاجي، وهو كما نعلم فاكهة قديمة جداً كانت تستخدم منذ عصور عديدة للعاج والغذاء. ولا يزال التين يستخدم حتى أيامنا هذه لعلاج عدد من الاضطرابات الصحية، فهو مغذ جداً ويمدنا بالطاقة، كما أنه سهل الهضم ومنشط. الاستعمالات الداخلية: معالجة الإمساك،
يمكن تناول التين المجفف أو الطازج من دون أي تحضير معين للتخفيف من الإمساك. كذلك يمكن طهو 3 أو 4 ثمرات تين طازجة مقطعة وعشر حبات زبيب في مقدار كوب كبير من الحليب، يتم تناولها صباحاً على الريق. كما يمكن نقع 6 ثمرات تين في الماء الفاتر طوال الليل، ثم يتم تناولها صباحاً على الريق أيضاً. التخفيف من الاضطرابات الهضمية. يمكن تناول التين الطازج بعد الوجبات الخفيفة أو قبل الوجبات الثقيلة للتخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي، وهو مفيد في مكافحة القرحة والطفيلات والجراثيم. التخفيف من اضطرابات التنفس. يحتوي التين على عناصر شافية تخفف من تهيجات الأغشية المخاطية، وخاصة في الجهاز التنفسي. لذلك فإن تناول التين الطازج يمكن أن يساعد على التخفيف من الاضطرابات التنفسية، فهو يلعب دوراً مشابهاً لدور مضادات الالتهابات، وهو يفيد أيضاً لعلاج التهابات الحلق. ويكفي لذلك أن يتم غلي 4 أو 5 ثمرات تين طازجة في حوالي 50 ميلي لتراً من الماء، ثم يصفى الماء ويترك حتى يبرد، ثم يشرب لعلاج أوجاع الحلق. الاستعمالات الخارجية لإزالة مسامير القدمين. يوجد في التين أنزيمات تساعد على التخلص من النتوءات الجلدية الزائدة، لهذا يمكن استخدامه لإزالة المسامير التي تظهر على القدمين، ويوضع لب الثمرة على المسامير ويغطى برباط طوال الليل. لعلاج الحبوب والتقرحات. يتم تسخين التين في الماء أو الحليب، وتقع كل حبة إلى نصفين، بحيث يوضع لب الثمر على البثور مباشرة، وتعتبر هذه الطريقة فعالة في العلاج وخصوصا تقرحات الفم. ويدخل التين كما هو معروف في تركيب العديد من مستحضرات العناية بالبشرة والشعر، وذلك لما يتمتع به من خصائص وقائية وملطفة ومرطبة، وهو يغذي الجلد والشعر ويقيهما من تغيرات الطقس القاسية ومن التلوث. Thank you.